الله، ما انت قلتي هتتصرفي لوحدك. ما انا جاي اشوفك اتصرفت ازاي. للاسف اتاخرت جدا. ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نسيت بس الحاجه. ف نسيت الايه؟ يلا بينا. اتفضل. معلش بقول لك للاسف الشديد اتاخرتي. حمزه انا ما بهزرش، البوليس بيدور عليا. انت عارف ده معناه ايه؟ انك تسلمي نفسك. اسلم نفسي ازاي؟ هو انا عملت حاجه؟ يعني انا اللي عملت؟ عملت، وانا هعترف عليك واقول انك عملت كل حاجه. محدش هيصدقك. خلاص يبقى تروح تقول الحقيقه. محدش هيصدقني. امال انت عايز مني ايه؟ عايزك تصدقيني. بصي يا فريده، عشان اثبت براءتك وبراءتي لازم نعمل حاجه مهمه جدا. ما تخافيش. بس وجعاني. طب لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. ونعرف مين اللي عمل كده ونجيبه. فهمتي؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ عايزاك. مش فاضي دلوقتي. ده اللي عايزاك فيه ما ينفعش يستنى. مفيش حاجة ما تنفعش تستنى. أنا حامل يا حمزة. إيه؟ حامل؟ إزاي؟ إزاي إيه زي الناس؟ جوايا بيبي. إيه؟ أنت بتتكلمي بجد؟ طيب أستأذن أنا عشان. لا ثانية يا فريدة، ثانية. اقعدي. هرجع لك تاني. اتفضلي. عايز اللي ينقذه. انا متلخبط طبعا. مبسوط جدا هيكون ليا ابن، بس في نفس الوقت خايف، مش عارف المسؤوليه دي هيكون قدها ولا لا. كل بيبي بيجي برزقه. مين؟ سيبها على الله. بس احنا كنا متفقين ده. عايز نعمل ايه؟ نزله؟ اتجننتي؟ تعرفي عني كده؟ لا انت لخبطتلي الدنيا. على فكره انا مش هقولك اني نسيت اخد التابلس، انا استعمدت اني ما اخدهوش. تابلس واستعمدت يا قادره؟ يا ريتك كذبت عليا. فيا حمزه انت بتحبنيش ولا ايه؟ بحبك للاسف، بتنيل وبحبك. خلاص على فكره عادي انك تخلف من مراتك، حلال وربنا. والمصحف اقسم بالله حلال واحد يخلف من مراته؟ ده ايه المعلومه القيمه دي؟ بس يرضيك انت اجيب ابن من امه متخلفه كده؟ بس هو عسل. في دي بقى عندك حق. يبقى باك مي بقى. مين؟ باك مي يعني رديني اليك. باك مي يعني رديني اليك؟ يلا يا لعبي مش هدوم. يلا جو هوم. كاتش. خلاص يا حمزه. از يو ويتش. از يو ويتش. يا قدره. انت اجمل انسانه شافتها عينيا يا اسوم. بقول لك ايه، انا عازمك النهارده على الغدا بره. ما تعمليش بقى اكل النهارده. رقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1 لارسال ميني كول. ما تتأخريش يا حبيبتي. بقول لك ايه، سوقي بالراحه وركزي في الطريق. انت ما تعرفيش انت غاليه عندي قد ايه. وايه بقى الفيلا دي؟ ان شاء الله. الفيلا دي ابو الاحموزي كان جايبها لي عشان نقعد ونتمرن فيها انا وهو لوحدينا،
بس لما طلق هايدي بقى سبتها ورحت قعدت معاهم هناك. المهم ان انا عرفت من ساسو ان هايدي هي ورا تجمعتنا عندها النهارده في الكافيه، وقلت نتجمع احنا الاول عشان نعرف هنعمل ايه. طب مش تعرفين على العسل دي الاول؟ سمر كنت مرات حمزه. دهب كنت مرات حمزه بردك. اسمى كنت مرات حمزه. وانا بقى لسه مرات حمزه. هتبقي كونتي على قدينا ان شاء الله. بعينك. هو انت حمزه اتجوزك ازاي اصلا؟ مش هو اللي اتجوزني، انا اللي اتجوزته في الفيلا دي برضو. نعم قبلك. انت اللي اتجوزتيه ازاي يعني؟ انت اللي كنت قاعده على الشمال. سكر. وايه ساسو ده بقى؟ ساسو دي واحده من الستات الهفه في حياه حمزه. هقول لك احنا كده خلصنا كل حاجه، مقاسات مش محتاجه حاجه تانية مظبوط؟ لا كده كل المقاسات تمام، ما تقلقيش يعني انا اختك مقاسات مظبوطه جدا. دلوقتي انا هوريكي الكولكشن الجديد، في شويه تصميمات وشويه الوان تحفه هتعجبك جدا. انت قلتي اسمك ايه؟ نرجس. طيب دوسي يا نرجس. ايوه انا اهم حاجه عندي الديزاينز كلها تبقى مصريه، لان انا هبقى الدي جي المصريه الوحيده اللي في الايفنت. لا ما تقلقيش خالص من الموضوع ده، الديزاينز كلها 100% مصريه، ده مستر حمزه اللي بينفذها. استاذ نرجس معلينا، عايزينك حضرتك في الحسابات. طيب حاضر. ممكن بليز بس تخلصي بسرعه لان انا لازم امشي. حاضر ثواني بس وارجع لك. انا اللي هاخد المقاسات. وانت مين بقى؟ حمزه الجبالي صاحب الاتيليه. هاي هاي. وانتي؟ ساسو. ساسو اسم حلو قوي. ساسو ميرسي. ناخد المقاسات بقى؟ انا اوريدي خدت المقاسات فوق خلاص. لا انا مقاساتي حاجه تانية خالص عشان تطلع مظبوطه. بس مقاسات الصباع ده عشان الدبله. دبله ايه؟ لا ما تاخديش في بالك. تايزي انت عارفه يا ساسو ان انتي جمالك عربي؟ عارفه. وعارفه كمان انك حلوه قوي. عارفه. شكلك مجنون. ايه المشكله؟ شكلك يا توفي. عارفه على ايه؟ نتجوز. نتجوز؟ اه لا ده انت محتاج فنجانين قهوه عشان تفوق. هتوفي. عارفه على ايه بس؟ في ايه؟ ايه التسيب والاهمال ده؟ ازاي تسيب الاستاذه كده من غير ما تاخدي المقاسات بتاعتها؟ لا يا مستر حمزه انا خدت المقاسات، انا بس كنت رايحه اوريها التصميمات الجديده. جديد ايه وبتاع ايه؟ انا خدت المقاسات خلاص. يلا روحي دلوقتي ابعتي اندهي الجميل ودمنهور وجمال المأذون. مأذون؟ اصلا انا ما باخدش المقاسات غير شرعي. شرعي ايه ومأذون ايه؟ هفهمك كل حاجه بعدين. انت مجنون. يلا بسرعه. الشهود يا مستر حمزه. ما هو جميل ودمنهور يبقوا ايه؟ يلا يا ساسو احكي لي حكايه الوحوح. يلا. وبعد ما خد المقاسات رمى اليمين طبعا. قصة حب جميلة بجد. مين دي؟ ما تركزوا معايا بقى. هايدي مجمعانا علشان عايزانا نقعد نتفق على حمزة ان احنا نأذيه. حد فيكم عنده استعداد انه يأذي حمزة؟ نأذيه بس ما نضروش، يعني نأذيه بس ما نجرحوش. اسمعي بنت تريا انت وهي، انا لو عايز أذي حمزة هقطعه وافرمه وعبيه في اكياس، واي حد فيكم هيبق هيحصل فيه زيه. لا 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 انا مش عايزة انتقم منه، انا ما صدقت اني قابلته تاني. مين يا قطه؟ مش دي الحكايه، الحكايه ان هو اصلا ما افتكرش ان انا كنت مراته. وبعدين ولا حاجه، رجعنا نتكلم كاننا لسه بنتعرف على بعض. وانا مش فارق معايا، اصله كان وحشني قوي. وحشك دي بياكلك. لا كده يبقى نقتله. نقتله بس ما نموتوش. حمزه حمزه ايه ده انت بتشتغل؟ تخيل ما شاء الله، ده انت كان زمانك ضارب لك جوازتين دلوقتي. مش للدرجة دي، هي جوازة واحدة بس. بقولك يا حمزة، أنا في سؤال كده عشان آسف أنا أزعجتك يعني. اتفضل. هسألك سؤال كده. هو أنت إيه متعتك في الجواز والطلاق الكتير ده؟ ما أنت جاهل يا عيني على نياتك. الموضوع ده يا ابني ليه بعد كبير وعمق. عمق؟ طبعًا. أنا وأنت أصلنا إيه؟ أصلنا من تراب. لا مش قصدي يعني طبعا، بس انا وانت اصلنا ايه؟ نطفه. يا ربي يا ربي.
يا حبيبي انا وانت كحضاره والاصل بتاعنا. كحضاره فراعنه طبعا. بس تعرف رمسيس؟ خربها في وسط البلد. بيبقى زحمه؟ زحمه جدا. رمسيس يا ابني الملك تعرفه؟ طبعا. اهو ده كان متجوز اكتر من 60 واحده، وجي بعديهم العرب بقى برضو اتجوزوا كتير وحاجات من دي وبتاع. بس يعني ايه الموضوع ليه عمق، فانا كده متجوز كتير هعمل حضاره خاصه بيا وهبقى ناجح في شغلي. يعني انت هتبقى ملك؟ لا هبقى ناجح في شغلي. تمام، انت بتهزي. دي حقيقه. صح؟ دي حقيقه فعلا. لكن اجيب لك من الاخر يعني؟ يا ريت. بص يا جميل. ايه؟ قلب حمزه. لا بص لا لا إيه؟ قلب حمزه مش هينفع، ده انا جميل. لا 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 انا هقول لك. قلب حمزه ما فيهوش غير ستات. الحمد لله. لا انت فهمتني غلط. انت الجمله دي مريبه وبتقولها يعني انا عارف. لا لا قصدي ما فيش غير ستات، فيعني ده من الاخر هو اللي بيخليني يعني. جينات بقى ما تعرفش. ربنا يوفقك. يا سلام. يعني بص سيره الستات جت. يا فريده. ايه؟ نيابه؟ طب خلاص انا هتصرف، انا هتصرف. يلا سلام. هما ما بيجيش من وراهم غير النيابه. خالص.